السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال أعزائنا المشاهدين؟ إن شاء الله في أحسن حال، يا رب تكونوا تمام. اليوم معنا قطعة جميلة جدا، قطعة رائعة، قطعة يحتاج لها كل الناس، كل الهاوية، اللي أصحاب الطاقة الشمسية، الهواية. طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله. القطعة كيف فكرتها نفهم؟ طبعا إذا معاك يعني جهد الإدخال يعني يكون معاك من 5 فولت الى 40 فولت تشتغل القطعة هذا بالشرك، وتقدر تتحكم بها من 40 فولت الى 6 فولت. تقدر تبغى تشغلها عبر الانفرتر، يعني تبغى تشغلها على الواح الشمسية مباشرة بدون البطارية. يعني اذا انت حاب تشغل لوح شمسي واجي، زي ما تلاحظ لوح شمسي جاي رأسا للقطعة، ثم من القطعة الى الانفرتر، يعني ما تحتاج بطاريات وشغلها. يعني عندك ثلاجة تبغى تشغل، عندك تلفزيون، عندك لمبات خفيفة تشتغل. طبعا هذه القطعة 300 وات، 300 وات 9 امبير، يعني لوح 200 وات 250 تشتغل معاك ان شاء الله. الثلاجة والتلفزيون يعني حاجة اساسية جميلة جدا. القطعة يعني الحاجات الخفيفة، طبعا ممكن تطور تجيب قطعتين وتزود. طبعا نبدأ الفكرة طبعا ونبدأ في شرحها، نوصل لكم الحاجات الأهم. طبعا اللهم صل وسلم على رسول الله. جهد الإدخال هنا الإن، ركز معي، الإنبوت هنا طبعا، الدخول، السلك اللي واجي من اللوح، طبعا هذا السلك طبعا من اللوح، ركز معي، هذا السلك واجي من اللوح، واجي رأسا هنا. طبعا في إشارة، ركز، الإن، الدخول هنا، الزايد، الزايد يعني أول واحد الزايد بيكون، واللي بعدها السالب حق اللوح، احفظ الزايد. قلنا اللهم صل وسلم على رسول الله. جهد الادخال يكون الانبوت، الزايد طبعا زي ما اشارت، الزايد في اول واحد تحطها راسا، والسالب جنبه. بينما الخروج ركز، الويت هنا، شفت الويت، الزايد هنا، الزايد زي ما هو ملاحظ هنا، الزايد هنا والسالب هنا. ان شاء الله الفكره انها وصلت. طبعا جهد الادخال نفحصه، طبعا الخارج معانا الان، الخارج من القطعة 13.2، نشوف جهد الإدخال كم بالضبط الآن. طبعا هذا جهاز الأميتر زي ما تلاحظون، نفحص الآن الفولت الداخل اللي نازل من اللوح إلى القطعة، نشوف كم فولت، نتأكد. لاحظ معي عزيزي المتابع، الآن شبكنا وغسلنا، نشوف كم يعطينا، يعطينا كم قاعد، 18.75. طبعا هذا من اللوح رأسا. الخرج اللهم صل وسلم على رسول الله، نحطه هنا، ايوه، نشوف كم يعطينا، 13.26. طبعا نقدر نتحكم به الى 40 فولت، نزود ننقص. طبعا احنا نبغى نشغلها على الانفرتر راسا، كم نحط الفولت الافضل؟ الافضل الفولت نحطه 12.90، لا يزيد عن 13 عشان ما يحرق الجهاز عليك، نحطه 12.90 فولت هو الافضل. طبعا الطريقه حق ال تزود، طبعا هذا حق الامبير. قلنا هذا كم؟ 300 وات 9 امبير، ركز معي، 300 وات 9 امبير. انا مثلا احاب احصر الامبير، اخلي 5 امبير من هنا، تعدل بهذا الشكل، تعدلها بهذا الشكل، ركز، هذا الاول حق الامبير، انا ابغى ازوده طبعا، غدو زايد على 9 امبير. الان الفولت قلنا 13 فولت، ابغى انقص الفولت من هنا، يتنقص، يعني الاول هذا حق الامبير والثاني حق الفولت، تتحكم بها. انا اوريكم كيف عشان تفهموا بشكل اوضح وافضل. لاحظ معي عزيزي المتابع، الان شبكنا طبعا السلك، صار في التماس لازم نبعده، بس غضناها لوريكم الفيديو. الان قلنا الفولت الخارج، الخارج من اللمبه، ما تخلينا نشاهد الفولت الخارج، ركز معي، النازل يعني من القطعه، كم صاير؟ 13.25، لازم ننقصه 12.90 عشان يشتغل الانفرتر، لانك اذا شبكته اللهم صل وسلم على رسول الله، اذا شبكت 13.25 بيشتغل معاك، لكن القطع الموسفت والغيرها بيحترقن، بيكون تيار عالي، لازم يكون 12.90، ما يتجاوز 13 يعني، حفاظا على سلامه الانفرتر. الان بنقصه طبعا، ركز معي هنا، 12.25. الآن نحاول ننقصه على يدك اليسار، طبعا اللي يتنقص، ركز ركز كيف نزل، ركز الآن، جرد ما تسحب. طبعا الآن فتحنا السلك زي ما تلاحظون،
السلك الخارج يعني النازل من اللوح، هذا الدخل في اللوح، هذا الخرج. هذا الخرج الآن المعدل طبعا 12 فولت فاصل 87. نشبك الآن في الانفرتر تحت رأسا. لاحظوا الآن أعزائنا المشاهدين، شبكنا هذا السلك، شبكناه ونبدأ نشق، نقول بسم الله. لاحظ كيف يشتغل طبيعي الانفرتر. طبعا اللمبة الخضراء لا يوجد عليها أحمال، اللمبة الحمراء في بداية الحمل يكون تشغيل زي هذا تلاحظ الآن، أو شيء يشتغل لمبة تلفزيون شيء يبين لك زي كذا. الآن طبعا معنا حق النامس، نقربه نشوف. طبعا هنا السلك، هنا طبعا شغال الانفرتر. نقرب الحاجات الخفيفة بسم الله، نبدأ نقرب. لاحظ كيف اشتغل. طبعا هذا رأسا من اللوحة للقطعة للانفرتر إلا الكهرباء، بدون بطاريات بدون وقع رأس. لاحظ كيف اشتغل ما شاء الله تبارك الله طبيعي. لاحظ الآن اشتغل طبيعي. نبدأ الآن بالتجربة الأثقل نشوف. لاحظ الآن جبنا ميل، ميل زي ما تلاحظون هذا هو الميل، شبكناه طبعا الكهرباء. الآن نبدأ نشغل بسم الله. طبعا السلكين، لاحظ السلكين جاية رأسا للقطعة بدون بطارية بدون أي شيء، هذا مفصول سلك البطارية، هذا هو مفصول. بسم الله نشوف هل يقدر يشغلها ولا لا. ما شاء الله تبارك الله اشتغل طبيعي، هذا اشتغل سليم السليم ما شاء الله. ينفع معك في النهار طبعا تستفيد. لاحظ ما شاء الله اشتغل سليم سليم. طبعا زي ما قلنا اللمبة أحمر يعني مشغولة، يعني يكون عليها حمل، يعني عرفتوا كيف أعزائي المشاهدين؟ لمبة حمراء يعني شغال شيء، شغال لمبة، شغال تلفزيون، شغال. إن شاء الله الفكرة إنها وصلت تمام. الآن سليم السليم ما شاء الله، شغال ما في أي مشاكل طبيعي. نطفي الآن طبعا، لاحظ كيف طفي. الآن اللهم صل وسلم على رسول الله، معنا تجربة التلفزيون نبغى نشغله. شغل الآن التلفزيون نشوف هل يقدر يشغلها ولا لا. هذا سلك التلفزيون زي ما تلاحظون رايح، شبكناه طبعا شغال غده. زي ما قلنا الانفرتر شغال رايح إلى التلفزيون. بسم الله نبدأ نشغل نشوف هل يقدر ما يقدر. ما شاء الله تبارك الله اشتغل طبيعي، اشتغلت الشاشة سليمة ما في أي مشاكل. نلاحظ اللمبة طبعا في شوية أحمر مع الأخضر. طبعا السلك اندكع لازم يكون سليم، عندما يصير كذا في ضعف في الحمل، يا اما اللوح يا اما السلك، فهو المشكله في السلك. لاحظ كيف اشتغل طبيعي، رجع مره اخرى ان السلك مش مثبت طارح انه طرح. شغل مره اخرى بسم الله، اشتغل هذا قدامكم طبيعي. اللهم صل وسلم على رسول الله. شغل اي حاجه عشان نتاكد سليم ما شاء الله. طيب شغال الآن طبيعي ما شاء الله سليم سليم. هذا طبعا السلك، واللمبة زي ما قلنا حمراء يعني في حمل عليها، حمل أي شيء، لمبة تلفزيون. طبعا الآن شغال رأسا من الألواح، هذا السلكين اللي واجيه، هذا طبعا زي ما تلاحظون واجيه رأسا هنا، والخرج هنا طبعا 12 فولت فاصل 80، تخلي عليه زيت عن 13 عشان ما يحترق الانفرتر. وشغال سليم ما شاء الله، يعلم الله التجربة. هذا حبينا نجيبها معاكم ونشارككم لكي الناس تكسب ونكسب الأجر إن شاء الله والثواب. هذا هو طبعا التلفاز شغال ما في أي مشاكل ما في أي حاجة. ينفع الأشخاص، قلنا طبعا ينفع الأشخاص، اللهم صل وسلم على رسول الله، للي يحتاجوا الصباح يشغلوا مثلا تلفزيون، لمبة، حاجات أساسية يعني، ثلاجة برضو يشتغل، لأن القطعة هذه تتحمل 300 وات، ركز 300 وات 9 أمبير، يعني بيشغل الثلاجة بالراحة. تجيب قطعتين، واحدة مثلا للثلاجة، واحدة للتلفزيون ولمبة، بيكون معك تمام قطعتين. طبعا القطعة هذا بحط لكم رابطها في أسفل الفيديو تمام، للي حاب يشتريها، وإن شاء الله أموركم تمام يعني. حبينا نجرب معكم هذه ابسط الاشياء. طبعا هذه زي ما تلاحظون شغال سليم من الانفرتر، لمبه حمراء يعني عليه حمل.
وزي ما قلنا المعلومية هذا حق الأمبير على يدك اليمين، هذا خاص بالأمبير تخليه زي ما هو مثبت، وعلى يدك اليسار هذا خاص بالفولت تحكم به 10 20 30 40 فولت على حسب. طبعا الدخل حق الفولت زي ما قلنا من 5 فولت الى 40، ومعك من 40 تقدر تنقصها الى 5 فولت تتحكم به. صراحه قطعه رائعه جدا وجميله، واختصرت من البطاريات ورجع الراس والاسيت والتعبئه والشغله هذه كلها ما حد فاضي لها اصلا، تشبكها راسا وسليم ان شاء الله، امورك سليم السليم ان شاء الله. هذا زي ما تلاحظون سليم شغال ما في اي مشاكل ان شاء الله. طبعا الفكره لازم تفهم على حسب الوات، انا معي حدود 80 وات ما شاء الله، شغل التلفزيون شغل ال حق النامس حاجات اساسيه يعني، فكل ما زودت وات افضل. طبعا لا يزيد عن 300 وات، انا افضل 250 وات 200 وات عادي بيشتغل معك تلفزيون، بيشتغل لمبات او بيشتغل معك ثلاجة ولمبتين. تمام، اذا حاب تلفزيون مع اللمبة، تلفزيون مع الثلاجة ممكن تجيب قطعتين، قطعة خاصة ثلاجة وقطعة خاصة بتلفزيون ولمبة، تحط ثنتين وتعد لها. طبعا شرح الفيديو بدأ عندك زي ما وريناك والامور طيبة ان شاء الله. طبعا في ملاحظة، ممكن تجيب مروحة نفس هذه تمام وتحطها هنا بطريقتك، تبرد على الترانزستور زي ما تلاحظ. طبعا هو في مبرد المنيوم لكن من المستحسن عشان ما يسخن القطاع تحترق عليك مع الوقت، تجيب مروحة تبرد سواء من هنا سواء هنا، تحطها بطريقتك. انا بعدين بنزلها لكم فيديو تطبيق ان شاء الله لكي تعرفوا التبريد عشان ما يخرب عليك بعض القطع لانها مهمة جدا. ان شاء الله الفكرة انها وصلت وعجبكم الفيديو، ويعلم الله هذه كلها نشتري ونتعب وذا كلها مشان يعني نستفيد الناس والأجر، وإن شاء الله يعني ما يضيع أي حاجة عمل الخير. ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله في نهاية المقطع، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.